السلام عليكم. اليوم ان شاء الله عندنا كانون 850 تي، تعرفوا دي زوبسيون ديالها. كاميرا كتجيبها الديزاين اللي كتشوفوا، ديزاين زوين، الفلاش ولا كيطلع مانيال، كيسهل عليك بانك تتحكم في الفلاش عكس فلاش اوتوماتيك. براتيك لي مود ديالها، قلب ولا ديزاين زوين. هنايا بالنسبه للاكرون ديالها، كاميرا روتاتيف، والاكرون ديالها كيمكن لك تطلع دار ولا هاد اللعيبه هنايا، كيمكن لك تطلعها غير من هنا عكس كاميرا كتلقى صعوبه في الجنب. دونك ساهله انك تبدل ليكرون ديالها. كارت ميموار فيها بورت الكارت ميموار في الجنب كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. الكاميرا زوينه، ناحيه الديزاين زوينه، الشده ديالها براتيك، ليكرون ديالها راه تاكتيل. الكاميرا هي هادي، ليكرون ديالها كيف ما كتشوفوا كتجي تاكتيل وكتحرك. الكاميرا خرجت في 2020 في 13 فبراير. كاميرا زوينه في الخدمه ديالها، مزيانه الخدمه ديالها. الناس اللي كيبغيو يخدموا بالكاميرا ريفليكس، كاميرا كما قلنا خرجت في 2020، موديل اللي هو جديد، اللي فيه دي زوبسيون اللي هما زوينين. البودي ديال الكاميرا اس ال بالنسبه للتسميه ديالها 850 دي ولا تي ويت. كتجينا بروسيسور اللي جديد اللي هو دي جي كويت، دي جي 8 سيمو سنسور، كيعطينا 32.3 في 14.9 ابي اس سنسور. بالنسبه للسايز ديالو بروسيسور، دي جي كويت كيجينا بروسيسور اللي هو جديد، كيعطينا مميزات اللي مزيانه، معالجه الصور اللي مزيانه. كيف ما كتعرفوا معالج الصور مهم بزاف في الكاميرا، كتجينا ب 24.1 ميجا بيكسل. الماكس ديال الريزولوسيون ديالها هي 6000 في 4000. الكولور ديالها فيها بريميوم كولور فلتر اللي كيكون في درجة الألوان مزيانة، والكانون معروفة بدرجة الألوان ديالها اللي كتكون مزيانة. كاميرا كتعطينا ايزو من 100 حتى 25600، ماكسيموم كيقدر تطلع حتى 51200. الايزو اللي كنتي كتصور في شي بلايص مظلمين، كل ما كانت الكاميرا كتكون مزيانه كتعطيك تخليك ان تسمح لك انك تطلع الايزو، ما يبانش عندك دوك لي بون صغار، دوك النويز في الكاميرا ديالك. دونك الايزو خطلعو كيعطي كاميرا كاليتي مزيانه، ما كتفوتش واحد الحد بطبيعه الحال. البون فوكيس في الكاميرا اللي هما 45 فيها اوتو فوكيس اللي هو مزيان بالنسبه للناس اللي بغاو يصوروا الفيديو ولا يصوروا شي حاجه اللي تكون سريعه. لي بون اوتو فوكيس راه فيها لي بون مزيانين، لي غير غيطيو لك واحد المساحه اكبر بالنسبه للتصوير ديالك، ويخليوك انك تتعامل مع الكاميرا بسهوله، ويخليوك انك تركز على حوايج اخرين من غير الاوتو فوكس بلا ما تقلق الدومانيال. الكاميرا كتخدم لينا الاو اف والاو اف اس دي زوبجيكتيف اللي كتعطينا كروب ديال 1.0. بالنسبه للكروب كتعطينا 1.6 اكس. الكاميرا كتجينا بتوش سكرين وليكرون ديالها اللي كتقلب، وكتعطينا انك الطاكتيل تحكم فيها بزاف ديال لوبسيون، اي حاجه كتحكم فيها يمكن لك تحكم بها في الطاكتيل. بالنسبه للكاميرا الديزاين ديالها راه يعجب بزاف ديال الناس. كاميرا فيها بزاف ديال المواصفات اللي يخليوك انك تعجبك هذه الكاميرا. كاميرا راه بروفيسيونيل، تعتبر ملي كاميرا اللي سومي بروفيسيونيل. كتعطينا 7 ديال التصاور في الثانيه، شطر مينيموم 30، ماكسيموم 4 1 على 4000. بالنسبه للناس كيصوروا سبور، ناس كيبغيو يصوروا شي حاجه سبور، تقدر تطلع الشطر سبيد 7 تصاور كتجيني حاجه مزيانه. بالنسبه كاميرا ريفليكس، بالنسبه للريفليكس 7 ديال التصاور راه كتخليك انك تاخذ دي موفمون اللي هما زوينين اللي كتبغيهم نتايا، باش انك الكاميرا كتجاوب معاك، حتى الخدمه ديالها زوينه سلسه. بالنسبه للفيديو زوينه، فيها 4K ب 24 فريم، الفلاش ديك تصور لك 60 والاش ديك تصور 60. بالنسبه للفيديو مهم عند بزاف الناس، والفيديو ديالها زوين، غتجربو غيعجبك الفيديو ديالها، حيت كتعطينا كاليتي مزيانه، سواء في درجه الالوان لا في الشاربليس لا في الاوتو فوكيس. فيها بورت الميكروفون، فيها بورت ديال الاش تي مي ولي زيكوتور، داكشي ماشي لي زيكوتور باش دوز لي فوتو، وبورت كارت ميموار فيها في الجنب على هذا الشكل. بالنسبه لي بورت لي فيها، راه فيها الاش تي مي والميكروفون، الهيدفون، اليو اس بي ديالها كيقدر يدوز لك حتى 480 ميجا بايت بار سكوند. كدوز لي فوتو، تكون عندك شي كارت ميموار اللي مزيانه اللي غتعاونك بانك ترونسفيري ليماج ديالك للكاميرا.
كاميرا فيها البلوتوث، فيها البلوتوث لا بغيتي، فيها الان اف سي لو بغيتي انك تونسفيري لي زيماج ديالك بلا ما تحتاج، بيس انك كابل عاد دوز. كاميرا البوان ديالها بالنسبه ل 515 غرام، لا باتري ديالها تقدر تصور لنا حتى 800 تصويره، باتري وحده تصور لك 800 تصويره، باتري فيها واعره، كيخدموا على حوايج اخرين اللي كيعطوك سعه الباتري انها تكون السعه ديالها اكثر وتجاوب معاك اكثر. هاد لي سيري راه اخر سيري خرجت كانون في لي كاميرا دريفليكس اللي خرجت في 2020، دونك هادو ملي غتشوفوا اخر سيريات. والناس باقا كتشي بزاف الدي اس ال ار، باش نكونوا واقعيين الميرورليس كاين ناس بداو كيخدموا بها، مي دي اس ال ار باقا كيخدموا بها الناس بزاف. الكاميرا الثمن ديالها اللي هو 8300 درهم البواتي ديالها، بالنسبه للجديده كي كل واحد شحال كيبيع، كل كيبيع ب 9500، كل كيبيع ب 11، كل كيبيع ب 10000 درهم. حنا عندنا اي طاره متفرقش بينه وبين جديد، اللي بغى يتواصل معنا ديما تخلي لكم النمر ديالي في الديسكريبسيون، تواصلوا معنا دوزوا عندنا مرحبا بكم ان شاء الله. لي فريزون فين ما كنتي وصلك برودوي تاع عندك. السلام عليكم.